السمو الملكي الأميرة للا مريم، زيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين. زيارة ستزيد من تعميق أواصر العلاقات الثنائية المتوافقة والمتطابقة في الرؤى وفي المواقف الثابتة والحازمة مع حاضر هذه العلاقات ومستقبلها، وتبتغي خلق ظروف مواتية لتحقيق النماء المشترك ذي قيمة مضافة عالية من شأنه تعزيز التنمية المتوازنة والمتناسقة والمتعددة الأبعاد. بفضل الإرادة السياسية القوية والحتمية التاريخية والالتقاء حول عدد من القواسم المشتركة، يتجه المغرب وفرنسا نحو المستقبل ونحو تأسيس تحالف استراتيجي قوي بين بلدين يعرفان بعضهما حق المعرفة. وزيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لبلادنا تأكيد على المسار التصاعدي الذي تعرفه العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، التي تقوم على تاريخ طويل من الروابط وحاضر من التعاون الوثيق ومستقبل واعد ومنفتح على المزيد من الفرص التي تنتظر البلدين في مجالات جوهرية. كانت هذه تحية العلم على نغمات النجاح الفرنسي والمغربي، وقد أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاء بمقدم فخامة السيد مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فخامة السيد مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية يستعرضان تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية. استقبال كبير يخص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضيف المغرب الكبير، استقبال يعكس العلاقة المتينة التي تجمع الرباط بباريس. زيارة تحمل أكثر من دلالة وتندرج ضمن استمرارية العلاقات التقليدية الأخوية والتعاون متعدد الأشكال بين البلدين. العلاقات المغربية الفرنسية ظلت لعقود نموذجا إقليميا ناجحا لمتانة وقوة الروابط الحضارية بين الشمال والجنوب، وظلت المجهودات المشتركة بين البلدين صمام أمان إقليمي للاستقرار والسلام والأمن الإقليمي والعالمي. كما أن العلاقات الثنائية القوية بين البلدين ليست وليدة صدفة أو بفعل مصلحة عابرة، بل كانت على الدوام نموذجا يقوم على أسس
سن يتداخل فيها التاريخ والحضارة والسياسة والاقتصاد، مما يجعلها علاقات متعددة الأبعاد والمداخل، ويقوي بشكل كبير فرص النجاح والاستدامة والنجاعة، ويعزز من إمكانيات التعاون المتبادل والعمل المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة أو الموجهة المؤسسة. فسلكت الدبلوماسية المغربية توجها جديدا ومتجددا قائما على الوضوح والحزم فيما يخص الدفاع عن مصالح المملكة المغربية، وفي مقدمتها أولوية المصالح قضية الصحراء المغربية. وبمدخل القاعة الملكية يقدم التمر والحليب لضيف العاهد الكريم فخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وفي امتدادها الإفريقي، حيث مد المغرب جسرا سياسيا واقتصاديا بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، فشراكة رابح رابح كانت منطلقا لكل المبادرات الاقتصادية التي يقدم عليها المغرب تجاه شركائه الاقتصاديين.